نسيب بقى كرة اليد ونتكلم شوية على بطولة الدوري. امبارح بدأنا الأسبوع الـ16 وكان عندنا أمال إن احنا نشوف مستجدات شوية من حيث طبعا الأداء ومن حيث التغييرات الكتيرة اللي أنا برضو أشرت ليها امبارح في الاستوديو التحليلي. يعني حسبتها كده حسبة بسيطة جدا، لقيت بعد انتهاء 15 أسبوع 6 فرق فقط هي اللي حافظت على المدير الفني اللي بدأ معاها السيزون أو النسخة الـ64 من بطولة الدوري، وبقية الفرق مجتمعين بقى كلهم غيروا المديرين الفنيين، وفي فرق كمان غيرت أكتر من مرة. وكنت بقول إن مع نهاية الأسبوع الـ15 5 فرق أطاحت بالمدير الفني بتاعها وعملت استقدامات كتيرة، في مقدمتها نادي الزمالك، تعيين أو إسناد المهمة للكابتن أسامة نبيه، وغيرها من الأندية. البنك الأهلي بيستقدم بابا فاسيليو، كابتن طارق العشري بيسيب سموحة وبيروح فاركو، كابتن أحمد سامي بيسيب سيراميكا وبيروح سموحة. حياة لخبطة كده كتيرة جدا، ولعبة الكراسي المتحركة اللي موجودة ما بين المديرين الفنيين. ولكن في فرق مستمرة ومستقرة، وبدأنا الأسبوع الـ16 على ملعب أسوان، شفنا مباراة كانت مهمة جدا للكابتن أيمن الرمادي عشان يعود مرة تانية للانتصارات اللي كانت غايبة منذ أن تفوق على نادي الزمالك، وقبلها كان تفوق على المصري بورسعيدي، ولكن سلسلة من الهزائم والتعادلات لفرقة أسوان. حقيقة امبارح أسوان رغم التعادل بهدفين لكل فريق، ولكن أسوان سيطر على المباراة بشكل كبير جدا، كان عندهم كرة قدم واضحة وفكر واضح داخل أرضية الملعب. غيابات كانت موجودة عند أسوان بتعود مرة تانية، في مقدمتها محمد حمدي زكي. محمد حمدي زكي كنا عرفنا أنه هو بيغيب للإصابة، وحتى تصريحات الكابتن أيمن الرمادي في المباراة الماضية أنه هو استدعاه خصيصا بالطائرة عشان يرجع يشارك ويعوض غيابات زملائه في الفريق. بيعود محمد حمدي زكي للمشاركة أساسيا وبيحرز 5 أهدافه، تصويبة رائعة كانت هي بداية الأهداف. الركلة اللي أمام حضراتكم دي ركلة جزاء تم احتسابها لفرقة طلائع الجيش مع نهاية الشوط الأول عشان يسجلها محمود وادي وينتهي الشوط الأول 1-1. في بداية الشوط الثاني على طول يعني غلطة كده من الحارس عمرو حسام، كان متقدم شوية، بيستغلها مصطفى الخواجة في الدقيقة 46 عشان يتقدم لطلائع الجيش عكس سيناريو المباراة. يعني بغلطتين من حارس المرمى والدفاع فريق أسوان بيستطيع طلائع الجيش أنه هو يعود للمباراة، وده جزء من كرة القدم فكرة الأخطاء. ولكن بالحاج الحقيقة واللقطة دي طبعا تقرير حكم المباراة احتسب الحكم الهدف لديلسون كاموني، ولكن احنا طبعا شفناها في الاستوديو التحليلي والكاميرات ان الكرة كانت تجاوزت المرمى لصالح احمد بالحاج. ده طبعا اكيد حكم المباراة لسه هيقعد يتفرج، وفي الاخر قرار الحكم هو اللي بيحسب الكرة لمين. هنفتكر نفس الفكرة كده في كاس العالم، كرة برونو فرنانديز وكريستيانو رونالدو، لمست شعر رونالدو او لمست راسه ولا لا، في الاخر حكم المباراة حسبها لبرونو فرنانديز، فهي في الاخر كانت لقطة مشابهة ولكن في الدوري المصري لكرة القدم. أسوان بالتالي بعد النتيجة دي، بعد تعادله بهدفين مقابل هدفين مع فريق طلائع الجيش، كده بيقدر أسوان ان هو يرتقي للنقطة الـ19 في رصيده، ولكن بيظل في المركز التاسع، وحين طلائع الجيش رفع رصيده للنقطة الـ16 في المركز الـ12. سيبنا أول مباراة ورحنا على طول لتاني مباراة، مباراة الاستاد الإسماعيلية، المباراة اللي كانت هامة جدا لمحبي بقى كرة القدم المصرية، محبي الدراويش، محبي كمان اللعبة الحلوة. الإسماعيلي رغم المعاناة اللي بيعانيها، ولكن تصريحات أحمد حسام ميدو على مدار 6 مباريات دايما إن هو منتظر إن اللعيبة يقدموا أفضل ما لديهم. دخل مباراة الداخلية الحقيقة بفكر مختلف شوية، أحمد حسام ميدو بدأ المباراة عامل أكتر من تغييرة سواء على المستوى الخططي أو حتى كمان مستوى اللاعبين. أولا على المستوى الخططي تخلى عن الطريقة اللي بيلعب بيها اللي هي 3-4-3، وبدأ المباراة لأول مرة بـ4 فلات. أول تغييرة رجعت لمكانها الصحيح كانت باهر المحمدي، باهر المحمدي رجع لمركزه الطبيعي في مركز الباك رايت، لأن عهدنا باهر المحمدي في الفترة الأخيرة مع النادي الإسماعيلي مع أكتر ولاية فنية بيلعب في مركز السنتر باك. تاني واحد برضو رجع لمكانه الحقيقي كان عماد حمدي، لأن أحمد حسام ميدو استغله لاعب تالت، نفس الفكرة كده اللي كان عملها النادي الأهلي لما كان بيرجع حمدي فتحي ورا. عماد فتحي كان هو من اللاعبين اللي بيلعبوا في مركز السنتر باك، ولكن وجوده في مركز وسط الدفاع النادي الإسماعيلي، وسط خط دفاع النادي الإسماعيلي الحقيقة مؤثر بشكل كبير جدا، فدي كانت من التغييرات الهامة أيضا لأحمد حسام ميدو. أحمد حسام ميدو برضو فضل إن هو يريح بعض اللاعبين ويشرك لاعبين آخرين، يعني ريح ياو أنور وأشرك 2 لعيبة 8 الحقيقة بتميزوا بكرة القدم الجيدة، وهنا بتكلم على محمد عطوة وبتكلم كمان على عبد السميع، 2 من اللعيبة المؤثرين بشكل كبير جدا في أداء النادي الإسماعيلي في مباراتهم امبارح. بدأ النادي الإسماعيلي التسجيل في كرة ما بين الـ2 التمانيات اللي أنا بقول لحضراتكم، وكان وراهم عماد حمدي
وانا بتكلم على عبد السميع اللي توغل وعمل كره حلوه جدا لعطوه اللي كان مكمل عشان يحرز اول اهداف النادي الاسماعيلي، وده كان في الدقيقه 22. وراه على طول مع نهايه الشوط الاول ركله ركنيه بيتحرك عليها عماد حمدي بشكل جيد، بيلمسها بيحيي الكره بعد ما كانت مرفوعه على بدايه منطقه السته، بتوصل لفراس شواط عشان يحرز ثاني اهداف الاسماعيلي وينتهي الشوط الاول يعني بتقدم النادي الاسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء. ولكن كابتن رضا شحاته الحقيقه كان ليه تغييرات هامه جدا في مقدمتها مع بدايه الشوط الثاني، وفي الدقيقه 46 اشرك مهاجم الفريق يعني فريق الداخليه مصطفى فوزي، وهو بالمناسبه اخو او شقيق محمد فوزي حارس مرمى النادي الاسماعيلي. مصطفى فوزي كمان واحنا بنتكلم عليه الحقيقه مهاجم مبشر بشكل كبير جدا، تحركات مقلقه بالنسبه لفريق النادي الاسماعيلي، ارهق دفاعات النادي الاسماعيلي، وبالفعل مجهوده كل بهدف، وكان الهدف ده في الدقيقه 74 عشان تقرب النتيجه تبقى 2-1 ويبدا جمهور الاسماعيلي يقلق شويه. ولكن احمد حسام ميدو برده كان ليه بعض التدخلات الفنيه، يعني اشرك محمد حسن على سبيل المثال عشان يستحوذ على منطقه وسط الملعب بيرجع يشرك ياو انور، التغييرات دي خلت الاسماعيلي يعود للمباراه مره ثانيه ويحرز الهدف الثالث عشان تنتهي المباراه بنتيجه 3-1، وكده الاسماعيلي بيضيف 3 نقاط هامه جدا. الفوز بشكل عام هو الفوز الثاني للاسماعيلي منذ ان كان تفوق على انبي في الجوله الثامنه، الفوز ده هو اول فوز لاحمد حسام ميدو بعد 7 لقاءات، يعني في اللقاء السابع ده اول انتصار لاحمد حسام ميدو، اول مره الاسماعيلي السنه دي يسجل 3 اهداف. مجموعه من الامور الايجابيه عامه الثقه اللي بتعود للاعبي النادي الاسماعيلي، امور كتيره جدا كانت في صالح النادي الاسماعيلي اللي بيسيب او لاول مره منذ بدايه الدوري المركز الاخير، بيرتقي رصيده الى النقطه ال 12 عامه.